انتي غيرتي الواقع، وفي كل حتة بقيتي عاملة شغل، شغل مسمع بيتكلم عن نفسه. غيرتي وطورتي وبقى ليكي بصمة، عاملة شغل مهما كان شغل. واللي كانوا بيقولوا دي مش حتتك ما سبتلهمش مجال للكلام، علشان مفيش مجال دخلتيه إلا وعملتي شغل. الحاجة الجديدة بتاخديها تحدي، بس التحدي بالنسبة لك مش حاجة جديدة، واللي افتكرك مش هتقدري. دلوقتي معتمد عليك، ولسه في شغلانات كتير جديدة محتاجينك فيها، وشركة بيبسيكو مصر مصدقة فيكي وفي قدراتك، وواثقة إن هي تقدر تنميها وتستثمر فيها. بالتعاون مع إنجاز مصر هتساعدك عن طريق برنامج عاملة شغل اللي هيجهزك لوظائف جديدة في مجالات مختلفة. عايزينك فيها تبقي عاملة شغل.